كابتن علي شاف مع حضرتك صور جميله بقى، احكي لنا برضو حكايه كل صوره، وشاف صور مع درع الدوري ومع كاس مصر والبطولات الحلوه اللي احرزها كابتن ان شاء الله. دي اول صوره دي طبعا وانا تقريبا عندي 24 سنه كنت في عز لياقتي البدنيه ومهارتي، وكنت تقريبا حصلت في الايام دي على بطوله الدوري واخدت هداف الدوري والكاس. الصوره دي طبعا خدنا فيها كاس مصر تقريبا سنه 75 او 78 وطبعا كانت تقريبا ضد نادي المحله تقريبا. الصوره اللي بعد كده، الصوره دي بقى جميله جدا، دي ماتش الشباب بين الاهلي وبين الزمالك. أيوة. في مسابقه الشباب، دي المباراه اللي بدات الناس تعرف بقى الموهبه دي اللي جايه. دي كان بدايه شهرتي وحب الجمهور الزمالك وتمسكه بيا ووقوفه خلفي. في الماتش ده كسبنا 2-1، فيهم كوره انا كانت فاول، وانا كان جاي لي حذاء من المانيا اللي هو اول مره العب بيه الصزات اللي هي الالومنيوم دي. فكانت الحذاء ده جديد وماسك في رجلي جامد، فجه الفاول ده، فاروق جعفر والخواجه بيتخانقوا مع بعض، ده عاوز شوت وده عاوز شوت. فانا رحت داخل قلت لهم بعد اذنكم انتوا الاثنين كده، ورحت زيقهم بعيد ورحت راجع وشايط الكوره راحت. جزمه جديده، جزمه جديده وقويه جدا طبعا، الكوره خدت الشبكه وعدت من الشبكه الناحيه الثانيه. طب مش عارف تلبس الجزمه بعد ماتش الاهلي يا كابتن؟ والله بقى يعني ايه؟ لا ده بعد مباراه الاهلي كابتن. احلى حاجه رحت قبل الماتش للكابتن حلمي قلت له انا جاي لي جزمتين من المانيا، فالنادي عاوز ثمن الجزم. قال لي لو كسبت الاهلي هجيب هديك ثمن الجزمتين. فروحت بقى ربنا وفقني وكسبت واعطاني ثمن الجزمتين. الصوره دي بقى جميله جدا، فيها الكابتن مصطفى عبده وانا والكابتن طه بصري، ده كان تكريم في اخبار اليوم. ايوه تقريبا انا اخذت اعطوني كاس البساله في الماتش بعد ماتش الاسماعيلي. الهدف اللي لغيته عطوا عملوا لي كاس مخصوص. الصوره دي كاريكاتير، كان ماتش اهلي وزمالك وكان كاتبين الخطيب وعلي خليل فارس الرهان في لقاء اليوم. زمان اللي كان يتعمل له كاريكاتير كان لازم يبقى نجوميه كبيره. وبرده حتى بس لا يعني بيكون ليها مناسبه. يعني مش اي كاريكاتير بيتعمل، انا اكتر واحد اتعمل عليه كاريكاتير. عندي البوم كامل عشان نجم كبير يا كابتن، عشان مشاكل كاريكاتير. الصوره دي انا والكابتن محمود الخطيب، هو كابتن النادي الاهلي وانا في نادي الزمالك. طبعا ما كنتش انا الكابتن، كانت قبل المباراه وكنا ماسكين علم مصر، وطبعا عشان نهدي الجمهور ونمتص عشان الماتش كان مباراه صعبه. فطلعنا انا وهو الفريقين وماسكين علم مصر قدام الجمهور، ودي لفته طبعا، لفته جميله طيبه يعني. لفته جميله. الصوره دي كمان جميله جدا، دي بعد ما خدنا درع الدوري. اتصورت طبعا مع الدرع في نادي الزمالك، وصوره من الصور الجميله جدا طبعا. الصوره دي مع الله يرحمه الكابتن طه بصري، بعتبره من افضل الاخلاق في مصر. كان قريب جدا الكابتن، كان قريب جدا وكان بيحبني جدا. وكنت كل ما اجيب جون كان هو اول واحد الاقيه جاي يشيلني من على يحضنني ويشيلني. وكان بيبقى يعني بيقول لي ازاي انت بتجيب الاجوان دي. الله يرحمه، بقول له التوفيق من عند ربنا. فانا متصور معاه برضو. الصوره دي موجوده، زمالك ملك الكاس بشهاده كل الناس، ده برضو اما كسبنا الاسماعيلي 3-1 في كاس مصر. تقريبا انا سجلت هدفين في المباراه دي. دي صوره ثانيه برضو لما خدنا كاس مصر، صور مع ما شاء الله ثلاثه مع نادي الزمالك، ثلاث بطولات كاس مصر ومباراه دوري. الكاس اللي عايزه على كابتن علي خليل، ما شاء الله شايف حضرتك ثلاثه كاس مصر مع نادي الزمالك، البطوله اللي بتعتز بيها بالنسبه لبطوله الكاس. هو تقريبا الزمالك والاسماعيلي، ان المباراه دي سجلت فيها انا هدفين. وتقريبا الكابتن وحيد كامل سجل الهدف الثاني. وكانت مباراة قوية جدا، وكابتن علي ابو جريشه سجل الهدف الاسماعيلي بالراس طبعا كالعادة يعني. الصورة دي جميلة جدا، ان احنا كان المباراة دي كان في نادي الزمالك. احنا يوم الاحد لعبنا مع الاتحاد الاسكندري، ويوم الجمعة لعبنا مع الاولمبي. في ماتش الاتحاد كسبنا 4-0. انا احرزت هدف واحد وبصيت الثلاث اهداف التانيين. الماتش يوم الجمعة مع النادي الاولمبي كسبنا 5-0. انا احرزت 4 اهداف وبصيت برضو الهدف اللي هو الاسيست اللي جه الهدف الخامس. وكاتبين بقى يسارات الزين على علوه، والكلام بقى جميل يعني. ده المنشط والايام الجميله، الهتاف كمان اللي كان بيحبه كابتن علي خليل من الجماهير في المدرجات، يسارات الزين على علوه.